السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام لها تاريخ مع النقود القديمة. كل عملة ورقية أو معدنية تحمل صور وزخارف، وكلنا نتناول العملات النقدية هذه، ولكن يجب أن نعرف أن هذه العملات تؤرخ لفترات مختلفة من تاريخ مصر. وهذه دعوة لكي نتأمل هذه النقود التي نمسكها بيدنا ونتناولها، ونتأمل الرسوم والزخارف التاريخية الفرعونية والإسلامية. والآن نعرض على حضراتكم ما نشاهده: العملة الورقية فئة 25 قرش، تاريخ إصدارها 1967. نعرض لوجه العملة الأول، نشاهد تمثال نهضة مصر. هو تمثال كبير من حجر الجرانيت، ويعد تمثال نهضة مصر من أهم أعمال الفنان المصري الكبير النحات محمود مختار، ويقال إن هذا التمثال يعد من أعظم تماثيل العصر الحديث، وله دلالة خاصة في الإشارة إلى الأحداث السياسية التي مرت بها مصر في تلك الفترة الهامة، حيث كانت مصر تطالب بالاستقلال. وتمثال نهضة مصر الذي نشاهده يمثل فتاة مصرية تقف بجوار تمثال أبو الهول وتضع يدها على رأسه، والفتاة رمز لمصر الحديثة وهي تنظر إلى المستقبل. وجاءت فكرة نحت التمثال ليرمز إلى نهضة مصر في تلك الفترة السياسية الهامة من تاريخ مصر. والفنان محمود مختار بدأ في عمل هذا التمثال عام 1918، واستمر في نحت هذا التمثال إلى 1919، وعندما اكتمل التمثال تم عرضه 1920 في معرض الفنون الجميلة السنوي في باريس. إذن هذا التمثال تواجد بصفة دائمة في فرنسا في ذلك الوقت. وعندما ذهب سعد زغلول ورفاقه من رجال حزب الوفد إلى فرنسا، وتحديدا باريس لأول مرة، قاموا بزيارة معرض الفنون الجميلة وشاهدوا التمثال المصري اللي هو تمثال نهضة مصر وأعجبوا به، وكتبوا إلى القيادة السياسية بمصر يطالبون بعودة تمثال نهضة مصر إلى القاهرة. وبالفعل وافق مجلس الوزراء على عودة تمثال نهضة مصر، وذلك بتاريخ 25 يونيو 1921. وفي 20 مايو 1928 أقيم حفل كبير في ميدان باب الحديد أو ميدان رمسيس حاليا لإزاحة الستار عن تمثال نهضة مصر، والذي تم نقله بالفعل بعد ذلك إلى ميدان جامعة القاهرة عام 1955، وهو ما زال موجود في ميدان جامعة القاهرة. أما الوجه الآخر للعملة ذات 25 قرش الورقية التي تم إصدارها 1967، فعليه نسر صلاح الدين الأيوبي. والنسر هو العلم الشخصي لصلاح الدين عندما كان حاكما للدولة الأيوبية، وسمي بنسر صلاح الدين نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي، حيث وجد هذا النسر في قلعته بالقاهرة، وأعيد استخدامه بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 في مصر. وتم تطوير شكل النسر مع الوقت، واتخذ شعارا لمصر ثم لعدد من الدول العربية لارتباط النسر بدعوات القومية العربية. حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على أبنائه، ومنارة عالية تشع بضياءها على العالمين. شكراً.